برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ودي حلقة جديدة وحوار جديد من حوار اليوم. دفع متحور كورونا الجديد اللي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسميته أوميكرون عدد من الدول إلى الاستنفار أو والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة في محاولة لدرء مخاطر تفشيه. بيأتي ده بينما أعلنت مزيد من الدول حظر الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا ودول مجاورة ليها، وده خوفا من انتقال المتحور الجديد، وبتزامن ذلك مع إعلان حالات في بلدان عدة. وحول هذا الموضوع بيشرفنا بيكون معانا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور هاني الشافعي، سكرتير رابطة أطباء البطنة في الشرقية. وبرحب بيك دكتور. أهلا بك يا دكتور. أهلا بيك. خلينا نبدأ دكتور هاني هذا اللقاء بعد فاصل قصير ونبدأ حوارنا مع بعض. دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية أوميكرون دفع العالم إلى إعلان الطوارئ الصحية والاستنفار مع الإسراع باتخاذ إجراءات جديدة في محاولة لدرء مخاطر تفشيه. وقد وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تعليق رحلات الطيران من 7 دول في منطقة الجنوب الإفريقي من أجل احتواء السلالة الجديدة التي ربما تكون أكثر خطورة لفيروس كورونا. واقترحت المفوضيه الاوروبيه تفعيل ما يطلق عليه مكابح الطوارئ لقواعد السفر المشتركه للتكتل بشان اليه فيروس كورونا. المركز الاوروبي للوقايه من الامراض ومكافحتها اكد ان اوميكرون السلاله الاكثر تحولا والتي يتم اكتشافها باعداد كبيره خلال تفشي الوباء حتى الان هو ما يثير مخاوف جاده من تقلص فعاليه اللقاحات ويزيد من خطر الاصابه مجددا. التقييم الأوروبي جاء متشابها مع تقييم منظمة الصحة العالمية بوضع أولوية لسد فجوة التطعيمات مع دراسة إعطاء جرعات معززة لكل البالغين وإعادة فرض تنفيذ تدخلات غير دوائية من بينها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. لتبقى ثمة تساؤلات عدة بشأن مدى فعالية اللقاحات التي حصل عليها الملايين حول العالم في مواجهة المتحور الجديد. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، نبدأ حوارنا مع دكتور هاني الشافعي سكرتير رابطة أطباء البطنة بالشرقية. دكتور هاني، إيه إحنا زهقنا كل شوية نقول ما الدنيا تستقر يطلع لنا متحور جديد يقلب الموازين رأسا على عقب وإحنا في خوف مستمر قلق مستمر. إيه مطلوب إيه من الدول عملت عليها الناس خدت احتياطاتها إجراءاتها، يعني هنفضل لحد امتى الحكايه؟ هو اولا لا اذيع سرا ان ده مش متحور، عدم متحورات من فيروس كورونا مش قليله. احنا وصلنا لاكثر من 6500 متحور. يا خبر ابيض. تمام؟ ولكن منظمه الصحه العالميه اختارت 5 دلوقتي هم الاخطر فيهم. كان اللي هي الالفا وبيتا وجاما ودلتا الاخير اللي كنا مع بعض في شهر 8 ودلوقتي الاوميكرون. تمام؟ هو اوميكرون ولا اوميكرون؟ اوميكرون. اوميكرون. هو لسه متسمي اول امبارح. لو تفتكر حضرتك اللقاء اللي فات قلنا الاسماء دي بناخدها علشان ما نوصمش الدول بالفيروس نفسه. هو طبعا بيتا كان طلع في جنوب افريقيا، دلتا طلع في الهند، واوميكرون برضه من جنوب افريقيا. ايوه. مشكله اوميكرون يا فندم ان هو عدد طفراته اللي متغيرات وخصوصا في البروتين اللي بيحاوط الفيروس اللي هو عن طريقه الفيروس بيخترق جسم انسان ويبدا يتعامل معاه 30 تغير 30 تحور. كفايه اقول لحضرتك ان دلتا اللي شغلنا الفتره اللي فاتت دي كلها كان التحور عباره عن 3 متحورات بس في سبايك بروتين اللي هو الغشاء البروتيني او النتوء الشوكي اللي حوالين الفيروس. كانت دلتا عباره عن تغيرات فيها 3. احنا كده دلوقتي في 30 تغير في الاوميكرون. عشان كده حصل جامبنج او نطه او قفزه سريعه في تعامل منظمه الصحه العالميه معاه. احنا عارفين طبعا منظمه الصحه العالميه الاول يقول لك ان ده فيروس مثير للاهتمام، بعد كده فيروس مثير للقلق،
لا، الاوميكرون اتاخد على طول فيروس مثير للقلق، لان اول حاله اكتشفت فيه يوم 11 نوفمبر اللي احنا فيه، كانت في بوتسوانا من مريض جاي من جنوب افريقيا. فبدا المنظمه الصحه العالميه لما لقت الميوتيشنز او الطفرات الموجوده فيها كتيره، ما بداتش معاه بحته فيروس مثير للاهتمام، لا، فيروس مثير للقلق. عشان كده زي ما حضرتك قلت في البرومو بتاع حضرتك او مقدمه، ان كتير من دول العالم خدت رياكشنات سريعه في حظر السفر من والى جنوب افريقيا والسبع دول اللي حواليها زي بوتسوانا وموزمبيق وزامبيا. ولكن احنا دلوقتي في بلجيكا ظهرت حالات، اسرائيل ظهرت حالات، جنوب افريقيا ظهرت حالات. الرئيس النائب الرئيس الامريكي كان اول امبارح في ميتنج قال احنا ما نستبعدش يكون موجود في حالات في امريكا نفسها. فالخوف كله من الاوميكرون اللي هو سريع الانتشار، وخايفين من حاجات تانية كتير هنتكلم فيها مع بعض. دكتور هاني، هذا المتحور الجديد اللي هو معرفش بقى رقم ايا كان، هو الخامس بالنسبه لاثاره القلق. يعني احنا قلنا ان في 6500 ميوتيشن، تمام، ما اتكلمتش عن نظام الصحه العالميه لانها كانت جاست عادي اكتشفوه خلاص. انما ده الخامس اللي هو الفا وبيتا وجاما ودلتا، وده اوميكرون. ده بقى مختلف عن ايه عن الباقيين بقى؟ يعني اعراضه في التعامل معاه، الفاكسين شغال معاه ولا لا؟ يعني كل دي اكيد اسئله لكل اللي بيشوفونا دلوقتي. احنا خدنا الفاكسين وبدانا نرتاح شويه، صحيح في احتياطات، بنلبس لسه الكمامه وبنقعدش في مكان مقفول والى اخره، لكن بدانا نرتاح نفسيا شويه. تمام. ده بقى مختلف في الاعراض. هو عشان برضو احنا بنتكلم اخواتنا في الشعب المصري، لازم كل كلامنا يبقى عباره عن بيزد ميديكال ايفيدنس او كلام مرتبط باسس علميه. بالظبط. الفيروسات حضرتك احنا بنتكلم فيها شريحتين. شريحه سرعه الانتشار وشريحه الامراض. درجه الامراض بتاعته ايه؟ بالنسبه للاوميكرون اب تل ناو او لحد دلوقتي ما نقدرش نقول امراضه عامل ايه، لانه هياخد ده من اسبوع لاسبوعين فحوصات عشان نتكلم فيه. ولكن هنرجع ونقول الجواب بيبان من عنوانه. احنا دلتا المسيطر عليها دلوقتي كان 3 ميوتيشن جاست في السبايك بروتين او البروتين المحاوط للفيروس. اوميكرون 30 تغير و50 تغير توتال. فبالتالي سرعه انتشاره متوقعه تبقى كبيره جدا 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 جدا. تمام؟ درجه امراضه ما حدش يقدر يتكلم فيها لحد دلوقتي، لان لسه ما خدتش الابروفل اللي هنتكلم بيها. ولكن الاخبار اللي جايه من جنوب افريقيا بتقول نفس الاعراض بتاعت الكورونا العاديه جدا. من ضمنها الام في العضلات، جهاز تنفسي، جهاز هضمي، شم والتذوق، نفس المجموعه واحده. المجموعه واحده. احنا نامل دكتور يعني ليه طالما هي الاعراض واحده يبقى ليه بيقول لك متحور جديد؟ طب ما هو الاعراض الاعراض وليست الامراض. بمعنى ممكن انا يجي لي كورونا حاجه زي دلتا، كنا متخوفين جدا من سرعه انتشاره، بينتشر بسرعه وعدد الحالات زادت جدا، ولكن طبعا امراضه كانت قليله. امراضه الدلتا فما كانش التاثير عالي فيها. احنا خوفنا دلوقتي من اوميكرون ان درجه الامراض تبقى عاليه. بص يا دكتور، احنا في 2002 و2003 كان في موجه او جائحه اسمها سارس. تمام؟ الميوتيشن او التحورات بتاعت اي فيروس لا اما تروح للجهه الاضعف او تروح للجهه الايه؟ الاقوى. في سارس الحمد لله التحورات كلها كانت للجهه الاضعف، عشان كده الجائحه خلصت 2002 2003 وانتهت. الكورونا بقى يا فندم، كورونا احنا الاب تل ناو مش عارفين، احنا مستنيين تحور بنسميه السوبر اللي هو يبقى ضد التطعيمات والمناعه الطبيعيه للجسم. طيب اوميكرون مشكلتنا ايه معاه دلوقتي؟ النظريه برضو على الداتا اللي عندنا ان التحورات الموجوده في السبايك بروتين او الغشاء البروتيني اللي محاوط الفيروس المسؤول عن البنتريشن او اختراق جسم الانسان والعدوى يقدر يتغلب على المناعه الذاتيه او الذاكره المناعيه سواء للاصابه او للتطعيم. لا ثانية، الجملة دي الذاكرة المناعية يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما الناس خدت التطعيم، ايوه، عملت ذاكرة مناعية، عملت ذاكرة جوه الجسم المفاهم ان هو خده، سواء خد او ان عنده بادي اللي هي انتي بوديز وخلاص، انتي بودي الاجسام المضادة الاصابة والشفاء منها او التطعيم.
كويس. الخوف كله من اومايكرون يا فندم، ان الميوتيشن اللي حاصله فيه او التغيرات اللي هي عباره عن 30 تغير في السبايك بروتين يقدر يتغلب على الذاكره المناعيه اللي احنا واخدينها، ويدخل له كم حاجه جديده فهو مش فاهمه فياخده بس. وكده كده 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 الاصابه، الاصابه بتتاخد. هي في فرق بين الاصابه والامراض تاني. يعني احنا قلنا درجه الانتشار دي اسمها الاصابه، معدل الاصابات. الامراض بقى تاثيره على جسم الانسان بالظبط. طب في كل الحالات الناس اللي خدت الفاكسين الاعراض بقى لما تجيلها او درجه الامراض اللي هتبقى بتعاني منها ما تقللش حتى طبعا تقلل عشان احنا ناس بس ايه اللي خدت ما تحبطش ولا ما تبطلش ان تاخده برده. احنا كلامك دلوقتي في حاجه مهمه جدا يا دكتور ان حضرتك احنا وصلنا دلوقتي تطعيمات في جمهوريه مصر العربيه 40 مليون وحده تطعيم جرعه تطعيم التبت. طبعا حضرتك عارفه اللي بتاخد جرعتين فاحنا كده مغطيه 20 مليون مصري واخد التطعيم. بالظبط. احنا كنا في شهر 8 ما كناش كمان 4 مليون لو تفتكر. ايوه. لما كنا مع بعض هنا. فدي درجه الوعي زادت جدا جدا جدا، والاجراءات الحكوميه في الاجبار على التطعيم بالنسبه لعدم دخول المؤسسات الحكوميه الا واخد تطعيم الحاجات دي كلها، فبدات تزود نسبه التطعيم شويتين. تمام؟ طيب احنا دلوقتي هل التطعيم هيأثر على الأوميكرون ولا لا؟ طبعا مفيش تطعيم مش هيأثر، بيقلل شدة الإصابة. وإن كان لحد دلوقتي إحنا ما عندناش الداتا كاملة على الأوميكرون، هو التطعيمات هتبقى بنفس كفائتها ولا لا؟ هو طبعا هتبقى كفاءة ضده ولكن بنفس الكفاءة ولا لا؟ ده الكلام فيه لسه خلال أسبوع أو 10 أيام هيبان بعد اختبارات العملية بتاعته إن التطعيمات هتقلل نسبة كفائتها ولا لا؟ إنما أبطل النولس. طب الناس اللي أصيبت فعلا أو طلعت المتغير الجديد أو المتحور الجديد في جنوب أفريقيا ما تكتبش لسه عنها يعني إيه الأعراض؟ هل في اختلاف؟ قلنا حضرتك بس جنوب أفريقيا اللي حصل في حاجة مختلفة، في حاجة زيادة؟ ما أنا هقول لحضرتك دلوقتي. أولا هو الشك الكبير إن ده اتعامل مع عيان جنوب أفريقيا ما كانش متطعم وما قدرش يتغلب على الفيروس فحصل ميوتيشن أو الطفرة دي. مميزاته في جنوب أفريقيا انتشاره بين الشباب. جنوب افريقيا كانت في اول الشهر بتسجل 105 ل 120 حاله ديلي. فجاه قلوا بصدم وصلنا ل 1200، 10 اضعاف معدلات الاصابه في جنوب افريقيا. فبداوا يفكروا ايه ده؟ هم عندهم طبعا الايزوليشن او العزل بتاع الفيروس زي عندنا في مصر حاجه اسمها الترصد الفيروسات. فاكتشفوا وبلغوا بيه وزاره الصحه العالميه. فلقوا ان سرعه انتشار المرض بدا يزيد عندهم ففكروا ايه الجديد؟ فلقوا الاوميكرون. طبعا هو كان الاول بيسميه بي 529 لغايه اول امبارح يوم الجمعه منظمه الصحه العالميه اطلقت عليه اوميكرون حروف اللاتينيه اللي احنا بنشيلها عشان بناخدها عشان ما يبقاش الدول موصومه. معدل انتشاره سريع، اعراضه تقريبا تيبيكال الاعراض الطبيعيه بتاعتنا، وهم في العظم، الم في العضلات، اسهال، ترجيع، كحه، سخونيه، حراره. طيب ايه مشكله الاوميكرون؟ الميوتيشن اللي حصل دي ممكن تخلي تشخيصه صعب جدا، بمعنى ان تعريف البي سي ار بتاع الكورونا ممكن ما يديش اجابه نتيجه ايجابيه مع الواحد مصاب بأوميكرون نتيجه التغيرات في البروتين اللي عليه. واحد تقول قبل كده ان البي سي ار في فولس نيجاتيف 30%، يعني ممكن يطلع البي سي ار سلبي والعام مصاب عشان كده بنعيد المسحه بعد يومين. ولكن الاوميكرون مشكلته كلها في التغيرات اللي في السبايك بروتين اللي قلنا عليها 30 واحد، ده بيحاول يعدي الذاكره المناعيه بتاعت الانسان. والنظام الصحي العالمي احترمته جدا، وزي ما قلت لحضرتك دخلته فجاه فيروس مسل للقلق مش مسل للاهتمام. هو في خطوات معينه في النظام الصحي العالمي بتبين لك شده الخطر. فلا هو متوقع اللي هو يبقى صعب، ولكن نسال الله اللي ما يكونش فيه اعراض زياده او يقدر يتغلب على المناعه الانسان الذاتيه الانسان. طب دكتور النهارده في اي حاجه الانسان ممكن يعملها يقي نفسه؟ يعني احنا كنا في بدايه الكورونا بنتكلم على ان الناس عماله تاخد د فيتامين د وتاخد زنك وتاخد مش عارفه ايه وعماله تعمل كده. دلوقتي الطفره دي لما حصلت رجعت الناس المربع زيرو في القلق. ما هو حضرتك يا فندم احنا قلنا ان في اول الجائحه كان في عندنا كلنا حاجه مجهوله او جهل بحاجات كتير فيها. قلنا الحاجات دي كان فيها دراج ابيوز او بسوء استخدام الدواء بصوره رهيبه، وكنا بنتكلم دايما ما حدش ياخد ميديكيشن غير نصيحه الطبيب. نرجع لنقطه الزيرو اللي هي ايه؟ الاجراءات الاحترازيه، ان للاسف الشعب المصري كله ما بيعملهاش. الكمامه، التباعد الاجتماعي، النظافه الشخصيه،
الاحتراز لما بتدخل اي اسانسير وتقول الناس يلبسوا كمامات حتى في المكان هذا المكان المغلق الصغير ما بيرضوش، يبقى المشكله فين؟ في الثقافه. طب ما احنا دور الاعلام بقى، ما احنا في الاعلام، احنا في الاعلام طول الوقت حاطين بروموهات وتنبيهات وبنقول في البرامج. طب يعني هنمشي هنعين اعلامي لكل مواطن؟ ما هو الناس يعني شايفه اللي حواليها يعني. لا حضرتك لو انا ليا راي بس في الحته دي بالنسبه للبرومات اللي بنعملها بنعملها بصوره جلوبال او صوره عامه، معلومات جوفاء اللي هو بن 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 بنوصل المعلومه. ما هو لو دخلنا بعمق اقول لك انتوا بتتفزلكوا وتتحزلكوا. لا لازم نتارجت فئه، لازم نتارجت فئه، نكلم كل فئه بلغتها. حضرتك اللي حصل في جنوب افريقيا وبتاع نتيجة عدم قدرة مواطن اتصاب على مقاومة فيروس كورونا، ما كانش متطعم، بدأت يعمل طفرة في العالم كله. لأن لما جت الدولة تقول الناس هنطعم في الجامعات وفي المدارس وفي المؤسسات الحكومية، ناس منهم زعلوا، في ناس زعلت. تمام، يعني إيه إجبار ويعني ما تجبرنيش؟ طب ما هو مع حضرتك يا فندم، ما احنا رجعنا في تاني انه الناس يا جماعه الاجبار ده مش انا اقول لك روح انا بموتك، ده بالعكس انا بخلي لك فرصه انك تعيش افضل. الميديا يا دكتور، بمعنى احنا مش هنقول مستهدفين نظريه المؤامره، ولكن الاشاعات كتير. ما بيحملش بعديها الست بدموع بعد سنتين يتحول زومبي، سمعنا كلام كتير وفندنا ده كله، تمام؟ ولكن بالنسبه للاجراءات الحكوميه ما عليهاش اي مشاكل، لان فعلا حكومه موفره. ومشكله العالم كله سوء توزيع اللقاحات. يعني احنا حكومه الرئيس السيسي فعلا موفره، احنا جنوب افريقيا ما فيش حاجه اجتماعيه في التوزيع. وده سبب اجراءاتها. اثنين من المتحورات ظهروا جنوب افريقيا، بيتا والاوميكرون. ثقافه الشعب المصري لازم تتغير. احنا نصحنا ما عملوش حاجه، ما تلقحوش، صح؟ لما بقت اجبار وما فيش مصلحه حكوميه تخشها من غير كده، ما فيش موظف يروح شغل غير التطعيم، بدا الريت يزيد، يتطعم غصب عنه وهيعرف يستفاد بعد كده. لان انت حضرتك دلوقتي احنا طعامك مش عشان مصلحتك بس، لا اصل هو لا ضرر ولا ضرار، عشان غيرك. انا اضر نفسي براحتي لكن ما اضرش الناس التانيه، بلا الناس التانيه بالظبط. تمام. انما الاومايكرون احنا مستنيين ويا رب ما يكونش الفيروس ده الفيروس السوبر اللي يقدر يتغلب على المناعه وعلى ال يظهر بقى بعد قد ايه دكتور؟ اسبوع 10 ايام اسبوعين بالكتير ماكسيموم يطلع بقى الميديكال ريبورتس عليه. الداتا الكامله اللي عنده بتطلع من منظمه الصحه العالميه. في عندنا خليه عمل او عمل لجنه الطوارئ في المنظمه، عمل اجتماع الطوارئ يوم الجمعه اللي هي اول امبارح. لان الموضوع صعب بالنسبه للاوميكرون، الميوتيشنز او الطفرات اللي موجوده 30 في السباك ده، طب هيعمل ايه مع التطعيمات اللي احنا بناخدينها؟ بالنسبه للتطعيمات فيها هتبقى فيه تطعيمات تاني اللي هي معززه اللي هي الثالثه؟ الثالثه وممكن تبقى الرابعه كمان، لان احنا لو قلنا الكلام بشويه 8 كنت مع حضرتك قلت لك هيبدا الشعب المصري ياخد اجراءات ثانيه. قلنا ان المناعه بتاعت التطعيم كنا بنتكلم من 6 ل 9 شهور. دلوقتي منظمه الصحه العالميه خدت 6 شهور. 6 شهور بقت هي الاوقع. فبالتالي اللي واخد تطعيم بقى 6 شهور المفروض ياخد جرعه تعزيزيه تاني. احنا بناخد جرعه الانفلونزا الموسميه كل سنه. بيفكرنا بالانفلونزا كل سنه. فالتطعيمات هتبقى متطوره. فايزر طلعت بيان امبارح ان هي خلال 100 يوم هتنزل التطعيم الجديد بتاعها اللي هو موديفيكيشنز في الجديد حسب شغل الاومايكرون هيطلع ده. لان احنا كل القصه كلها متغيرات مش عارفينها هتعمل ايه في ال 30 متغير دول مع التطعيمات. انما عرفا او الواضح ان هيحصل ضعف في التطعيمات. ضعف بمعنى ايه؟ ضعف بمعنى تاثيرها مش هيبقى قوي زي الحاجات الباقيه، هي مع اومايكرون بس طبعا احسن بكتير من عدم التطعيم. عدم التطعيم دي كارثه. حضرتك احنا بنناشد كل الناس الطعم، وعلى فكره دلوقتي في مراكز الشباب عربيات متنقله بس نطعم. ما هي دي الفكره، انه الناس حتى في الحياه العاديه مش متجاوبين مع فكره الاجراءات الاحترازيه. تلاقي ناس قاعده في حته مقفوله من غير كمامات وعددهم كبير ومكان مغلق وصغير. تمام. طب ما هي الدوله برضه مش هتمشي مواطن كل واحد ورا واحد. برضه يا دكتوره الاعلام احنا كل الاعلام. بص يا دكتور لا انت عارف انا مع ايه يا دكتور هاني معلش عفوا مع
الكده ان طبعا. هو بقى بس كده انه انا عندي جهات معينه يجب ان يكون هناك جهات بعينها اوكي طبعا للحكومه هي اللي باشر فكره تنفيذ الاجراءات الاحترازيه بمعنى ان في المواصلات العامه يتوقف لجان زي ما بتشوف الرخص تشوف الناس دي لابسه ولا مش لابسه غرامات وقتيه واحنا كنا كده فعلا معاها الكود ومعاها الكود ولازم يبقى لابس الكمامه ولازم يبقى في عدد معين في العربيات احنا كنا عاملين ده فعلا عايزين نرجعه بقى يا دكتوره خلي بالك اللي احنا دايما بنقول ان الاقتصاد هو عصب الحياه حسن الناس بقى عايزه تقفل الناس مفيش بلد هتقفل اي بس هذه نقطه بوينت اوف فيو احنا عندنا كل 10 دولار بنصرفها على التوعيه بتوفر لنا 1000 دولار من المريض ده لو انا العين بتاعي اتصاب ودخل مستشفى كل 10 دولار هدفعها في التوعيه عشان امنع دخول المستشفى هتوفر لي 1000 دولار تخيلي 100 ضعف ده ستاتستكس ومعلش بقى بالنسبه للاحصاءات انا لما اجيب كمامه ب 2 جنيه اوفر لي من انا ادخل مستشفى يتصرف عليا قد كده سواء عام او خاص ما ده اللي بنقوله يعني 2 جنيه يعني بصراحه مش عايزين نخش لمرحله الكون الاولانيه ما كانش فيه اماكن هي دي البوينت اوف فيو وفي قماش دلوقتي بتتغسل وتعمل تاني كمامات قماش الفاسيلتيز موجوده الكالتشر الثقافه التوعيه اللي هو برضه نرجع ونقول دور الاعلام والسوشيال ميديا التوعيه لفئات مستهدفه مين اللي رافض الفكره هو الناس محتاجه تعيش في جو رعب يعني افلام الرعب بتاع زمان نقول لها ان الاوميكرون ده بيعمل عدد وفيات رهيبه وبيعمل بيهاجم الجهاز التنفسي طب قلنا كده عدلت وقلنا على كذا طب يعني ما هو لازم يعيشوا في الرعب ده عشان يلبسوا كمامات لو ما زرعناش الفكره وصرفنا على زراعه الفكره هنخسر كتير لان اللي جاي احنا تاني بنقول اي فيروس الدنيا تحوراته لا اما الجهه الاضعف نسبة هنخسر كتير انت عارف الدوله دفعت كام مليار عشان تعمل اللي هي ال 500 جنيه للناس اللي هي تعطلت او تعثرت طبعا من اللي هم العماله غير المنتظمه عشان تاخد 500 جنيه في الشهر عشان تعوضها اللي حصل لها في كورونا طب يا جماعه ما نلبس كمامه ارخص على اسهل وارخص على كل الناس مفيش غلق يحصل تاني اقتصاديا ما ينفعش يحصل مفيش بلد يا فندم يعني عشان بس ما نقولش ايه مصر مش لا مفيش العالم. بلد في العالم هتقفل تاني هي هتقفل على نفسها يعني هو ممكن نفسها بس انما جوه لا بالظبط ان انا اعمل شات داون وانزل المحلات واقفل الشركات مش هيحصل تاني والمصانع ما تشتغلش ومش عارفه ايه ده مش هيحصل تاني الموضوع مطول الموضوع مطول مطول مش مفيش حل غيرك زراعه الفكره كلتشر الثقافه لان احنا دلوقتي نتكلم على الاوميكرون متوقع اللي هو من يكون من اصعب التفاوتات اللي هتحصل لان عدد التغيرات كبير عجباني كلمة ايه السوبر فيروس ايوه بعد احنا مسمينه ده محتمل يبقى ده السوبر ايه لما بيقدرش عليه بقى حاجة فلازم ناخد بالنا محدش هيحميك انت لازم تحمي نفسك الدولة جابت التطعيمات حقيقي وجابت انواع الاشكال وانواع اللي مش موجودة في بلاد تانية كتير على فكرة البلاد بتبقى عندها نوع واحد ده موجود بالظبط احنا عندنا كل انواع اللقاحات موجودة في مصر وموجودة وبسهولة وناس ممتنعه فاهم العربيات في الشوارع في النوادي موجوده بينادوا اللي عاوز يطلع حضرتك اسالك في الفتره اصل الموقع بتاع الوزاره ما بيردش اصل الموقع بتقدم وبيفصل عندي اون تيبل طب عندك في النوادي عندك في الشوارع عندك في مراكز الشباب على فكره وزاره الشباب فعلا عندك في الجامعات عندك في المدارس عندك في المؤسسات الحكوميه نعم يعني ايه اللي بتقوله يعني دكتور دلوقتي حضرتك بتقارني اوميكرون بدلتا لا قارنيه باول واحد اللي ظهر في الصين احنا بقينا حاجه ثانيه خالص بالظبط بقينا حاجه ثانيه احنا دلوقتي كل طفره بتغير طب صحيح السلاله الجديده دي بتتسبب في عدد وفيات اكتر محدش يعرف لسه مش عارفين احنا لحد دلوقتي اللي مثبت عندنا سرعه الانتشار عشان التغيرات الموجوده في البروتين سبايك ده بيخلي يتغلب على المناعه الذاتيه زي ما قلنا فسرعه انتشاره بتبقى اعلى بكتير سرعه انتشاره اعلى بكتير من من دلتا واللي كانت دلتا اعلى من الفا دلتا كانت اساسا سريعه الانتشار احنا فاكر احنا قلنا 161% من الاصلي و 293% في عدد الدخول العنايه المركزه للحالات اللي غير مطعمه
الغير متعمد. لو كان دلوقتي بالعلم دكتوره هنلاقي ان كل الشواهد الجديده بتيجي مع الناس اللي غير مطعمه. انا لا انسى ابدا دكتور لا اذكر اسمه حاليا في مستشفى عزل مهمه وكبيره، قال انا ما عنديش مريض واحد في المستشفى واخد التطعيم. صح. وبقيت الجمله بقى ما فيش حد وصل رجليه للاي سي يو او العنايه المركزه واخد التطعيم. ده معناه ايه؟ ان التطعيم بيمنع المضاعفات. ما قلناش على فكره يا دكتوره دايما بنقول التطعيم، لان بعض اخواتنا يقول لك جات لي ازاي عندي واخد تطعيم؟ التطعيم لا يمنع الاصابه. ده تطعيم الحصبة كان حاجه وجديده وصلنا له بعد قد ايه؟ لا وصلنا له بعد ايه يا دكتور؟ فاكر اللي احنا عملنا التطعيمات الجديده دي اتعملت اول اوف سادن يعني خدتش وقت. طيب. ان نرجع نقول تاني، التطعيمات لا تمنع الاصابه ولكن تمنع المضاعفات. ما شفناش حاله دخلت اي سي يو او مستشفى واخده تطعيم. يعني اللي بياخد التطعيم بيجي له المرض عادي، حتى لو جاله في البيت بس بيقعد في بيته معزز مكرم زي الفل، بياخد دواء زي البرد وحالته بتبقى سهله جدا. والارقام بتاعها او نسبه معدل الشفاء عاليه جدا جدا، توصل 99% بالظبط. حلو. وانه عدد الناس اللي بتدخل هي كلها غير مطعمه. بغير مطعمه كلها. ما شفناش حاله يا دكتوره دخلت اي سي يو او مستشفى مطعمه ولا واحده. ولا واحده ولا على فكره في العالم ولا بره بالظبط ولا في العالم. كان احنا بنتكلم احصائيات عالميه، لان الكورونا دلوقتي هو وباء عالمي، الكل بيتكلم، العالم قريه صغيره جدا في دي بقى. كل الداتا اللي موجوده قصادنا، حتى المتحور الجديد اوميكرون طلع من واحد غير مطعم اتصاب بفيروس زلتا. وعلى فكره بقى يا دكتور المشكله دلوقتي ان احنا متخيلين في الانظار العالميه ان اوميكرون واخد صفات دلتا مع بيتا. الله. احنا بيتا يا دكتوره كانت ظاهره في جنوب افريقيا، وكنا خايفين يكون هو السوبر فيروس، ولكن ما طلعش بره جنوب افريقيا. صحيح. ما طلعش بره جنوب افريقيا. لا، انما دلتا من اول دلتا بالهند مش معانا كله. اوميكرون لان في بلجيكا، المانيا قفلت، انجلترا قفلت، طبعا كله مع السبع دول الافريقيه اللي قلنا عليهم. اسرائيل عانت وجود الاصابه، وطبعا نتكلم تاني ان اسرائيل موجوده فين؟ في محيط الشرق الاوسط. الشرق الاوسط. حلو. بلجيكا طلعت بيان قالت ان في حاله منهم مشتبه فيها كان جايه من جنوب افريقيا ترانزيت في القاهره. فالدنيا لا وقالوا ان هو الحاله دي راحت تركيا. ايوه. وربما قعدت في ترانزيت كذا ساعه. ايوه. ربما يكون خدتها في تركيا. احنا ناخد الكوشنز بتاعتنا، ايه الاحتياطات؟ التطعيم، الاجراءات الاحترازيه، اي اصابه لازم تحترم. بمعنى ايه يا دكتوره؟ كتير مننا دلوقتي استحيت تطلع سليم، التحليل مش جازم. الكورونا تشخص اكلينيكيا، الاعراض موجوده. خلينا نقف عند الحته دي يا دكتور هاني، احنا الناس بتكتفي بالبي سي ار، والبي سي ار ممكن جدا ما بيطلعها انه ما فيش ويبقى فيه. فقال لك لا، لازم تعمل السي بي سي اللي هو صورة دم كاملة، لأن الفيروس بيغير في مواصفات الدم بتاعت الإنسان. يثبط. نعم ولكن في تغيرات كيميائية بتحصل. وفي حالات كتير شفناها السي تي الشيست وحش جدا والرئة وحشة جدا. يعني الأشعة اللي على الصدر، أشعة الصدر. بس تتعمل إمتى؟ بعد خمس أيام من بداية الأعراض. لان احنا دخلنا في ابيوز عن سوء استخدام الفاسيلتيز اللي عندنا. تمام. العيان بتاعنا يسخن النهارده يعمل اشعه بكره، تطلع اشعه سليمه ما يلحقش. يبقى عنده اسيوم اللي هو كويس. لا، الاشعه ما تعملش غير بعد خمس ايام بدايه الاعراض. تاني حاجه، التحليل عمل بي سي ار 30% من النيجاتيف، بي سي ار فولس نيجاتيف. يعني في خديعه فيها، مش حقيقيه. مش بس كده، ده مشكلتنا مع الاوميكرون ان البي سي ار بيشتغل على البروتين اللي محاوط، بيدور على البروتين اللي محاوط الفيروس. لما الاوميكرون يتحول في 30 ميوتيشن، فالبي سي ار مش هيطلع. مش هيشوفه، مش هيعرفه. مش هيدور على البروتين، مش لاقيه، هيقول لك مش موجود. فولس نيجاتيف. يعني من السي بي سي كنا بنتكلم على الليمفوسايت اللي دايمر مثلا، دي مش بتبان. ما انا كام على كويس. انت فتحت الموضوع عشان نفنط لاخواتنا كل تحليل. يا ريت تشرحينا كده يا دكتور، الناس مش فاهمه وانا منهم. ان انا ايه اعمله ويبين لي ايه؟ اول حاجه يا دكتوره احترام الاعراض والكشف عند طبيب، والطبيب لازم يشخص كلينيكال ويقيم الحاله بالتحاليل. بمعنى التحاليل لا تثبت الاصابه ولكن بتقيميها.
الحاله دي متوسطه ولا شديده ولا بسيطه. الاعراض اللي انا خاف منها سخونيه، الام في الجسم، عدم الشم والتذوق، دي علامات مؤكده للاصابه. تمام. ممكن حفظك الله اسهال او ترجيع، الم سلام نفس، عدم النوم، الارق، اكتئاب طبعا بغير موت. تمام. مع الحراره بتوصل لاكثر من 80% من الحاله معاهم حراره، وفي 20% مش معاهم. ده بيعمل خديعه كبرى. ايوه هي دي القصه عندنا. بص يا دكتور، انا في البوليسي بتاعتي في شغلي انا املي احنا نقطع السايكل بتاعت الايه؟ العدوى. اي عيان اشتباه هو كورونا اللي يثبت العكس. صحيح. يبقى احنا شخصنا كلينيكال عيان جالك سخن او شم تشم متذوق مش موجود، او الام في الجسم، او في اسهال، او ترجيع مستمر، او الام في البطن. انت كطبيبه حسيت ان في اشتباه، احنا في وقت وباء. لو 50% اشتباه و 50% لا، عامليك اشتباه. الفرق في العلاج العزل. اللي انا اعزله عن غيره عشان اقصى سايكل بالظبط انتشار الانتشار. طيب نعمل تحاليل. حلو. نعمل اول اشعه مقطعيه. طب اشعه مقطعيه امتى؟ بعد مرور 5 ايام من بدايه ظهور الاعراض الاشعه تبقى مفيده. غير كده لا. لان بعض اخواتنا جاست اللي هو يشك ينزل الاشعه تطلع كلير او نورمال، يعيش حياته، يعيش حياته ويعيش غيره، يأذي اللي حواليه. تمام. طيب التحليل بقى السي بي سي، كنا اول ما بدأنا في الكورونا في الموجه الاولى كان ده في 2020، قلنا اللي بيحصل حاجه اسمها الليمفوبينيا، عدد خلايا الليمفاويه بتقل، ودي كانت كاركترستيك لاي تاب فيروسي. تمام. دلوقتي لا، شفنا الليمفوسيتوزس ان عدد الخلايا الليمفاويه بتزيد وهو عنده كورونا. لقينا نورمال وايت بلاد سيلز، عيال كره دم بيضاء كويسه وعنده كورونا. حلو. طب ادي دايمر. ليه ادي دايمر؟ قلت له هم جدا انت قلت لي. بعض اخواتنا بيشخصوا ان دي دايمر او المنتاليتي بتاعت الشعب ان دي دايمر بيعمل تحليل للتشخيص. لا، دي دايمر عباره عن ايه؟ نسبه تجلطات الدم او العرضه للتجلطات في الدم. احنا دلوقتي من ضمن الايشو اللي كانت معانا في اول موجه ان اسباب الوفيات كانت حاجه اسمها بلموري امبوليزما او جلطات في الرئه او كذا او كذا. فقال لك طب ما نعمل دي دايمر نشوف العيان ده عنده سرعه التجلط بتاعته عرضه للتجلط ولا لا، وعلى اساسه ادي انتي كواجلنت ولا لا. ليه بقى؟ كان كتير من الحاجات اللي هي متضاده التجلط. سواء الكالكسان اللي في البطن او الاورال تابلت. لان حصل في الفتره الاولانيه يا دكتوره دراج ابيوز كتير جدا جدا جدا، سوء استخدام، اي حد يسخن ياخد حاجه سيوله. يعني مش اي حد ياخد. وده خطر اصلا. طبعا. ممكن يعمل الفيسبوك والميديا بقى غير اهل من العلم المتخصصين نصحوا بكده. فبالتالي لقينا حالات كتير جايه لنا بتخرخر سيوله. يعني انت مش محتاج، هنعمل دي دايمر هو الطبيعي بتاعه من او بوينت او تمام لغايه 0.5. ده الطبيعي بتاعه. تاني يا دكتور؟ 0.0 صفر من صفر 0.01 لغايه 0.5. ده النورمال بتاعنا في دي دايمر. لان اعلى من 0.5 يبقى العيان ده عرضه يحصل تجلطات، اشتغل معاه ايه؟ بالانتي كوابلنت او مضادات التجلطات. طب عيان نورمال اديها له ليه؟ صحيح. اديها له ليه؟ هتزود سيولته ليه؟ هتخرخرها له ليه؟ هتخلي عيني يحصل نزيف في حاجات تانيه ليه؟ ده سوء الاستخدام. زي ما حضرتك قلتي ان عرفا ايدي دايمر بيشخص، ما بيشخص. ايدي دايمر عشان يقيم الحاله دي محتاجه انتي كوابلنت ولا لا. السي ار بي، السي ار بي بيعلى هو بروتين اللي هو بروتين الالتهابات، بيعلى معايا التهابات وهو التهابات العظام. انا ما ينفعش اشخص كورونا بسي ار بي. برضه عرفا الكل بيروح يعمل سي بي سي سي ار بي. اي واحد عنده خشونه في العضلات، خشونه في المفاصل، السبب عالي مش تشخيصي. الكورونا في وقت الوباء تشخص اكلينيكيا عن طريق الطبيب والتحليل الاشعه لتاكيد الاصابه وايه؟ وتقييم الحاله. يعني مثلا الحاله عندنا دلوقتي بسيطه متوسطه شديده خطوره اللي هو 5 كوادز. تمام. في حاجه اسمها راوند جلاس باتشز بتظهر في الاشعه باتش معينه كده، ما بفضل ربنا علينا برضو ان في حاجات كاركترستيك مميزه للاصابه، مش اي اوباستي في الرئه او اي عتامه في الرئه تبقى كورونا. لا، هي راوند جلاس اوباست، حاجات مميزه بتعمل اشعه بعد 5 ايام من بدايه الاصابه. طب ال5 ايام دول يا دكتور عامل فيهم ايه؟ اعزل نفسك وما ياخدش ادويه.
ديفالويشن بقى. ده بس معنى عارف يا دكتور كتير احنا سمعنا برضو دي نقطه مهمه، انه لو فلان كان بدا علاج من الاول ما كانش انتشر في جسمه ووصل للرئه، لا فبالتالي الناس بتبدا تاخد الانتي بايوتكس عادي من الاول خالص وتاخد كل البروتوكول من اول لحظه عشان تحيي نفسها انها تتفاقم جواها وتبقى في حاله مش حلوه. طيب ناخد نقطتين من الحته دي. اول نقطه البروتوكول. كلمه بروتوكول وزاره الصحه ما نزلت بروتوكول، نزلت مقسمه لحالات بسيطه متوسطه شديده شديده الخطوره. احنا بناخد من السقي، اخواتنا بيستقوا معلوماتهم من الفيسبوك، ده بروتوكول الكورونا لكل الناس؟ لا ابسولوتلي ما ينفعش. ذهنيا وعقليا ما ينفعش ان كل الناس تاخد نفس العلاج. احنا ناخد خفض الحراره اوكي، كولوشيسين مضاد للالتهاب لول اوكي، مضادات للفيروسات افيفابير او ايفرزين زي ما الدراسه المصريه عملت لها دور. تمام، بنبدا اول خمس ايام بنديله ايه البيزك تريتمنت. البيزك تريتمنت اللي هي ايه؟ هو كانه الحد الادنى من النوبة عشان ما نبقاش سايبينه كده، خمس ايام عشان لو ما عندوش حراره ما تبداش تديله حراره. بس انما انا يا دكتوره بقول تاني ورابع وعاشر، انا مع مدرسه التشخيص الكلينيكي للكورونا. التحاليل خادعه والاشعه اللي بتعمل بدري خادعه، وده اللي بيخلي عندنا عائلات تجينا العياده العيله كلها تعبانه. وسن الاطفال والشباب بقى مهم جدا جدا جدا، وده على فكره عامله مشكله معانا في موضوع المدارس والدروس الخصوصيه. طبعا يعني 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 لو ما خدناش الكوشنز الصح والبريكوشنز في الاجراءات الاحترازيه في المدارس، ده اصلا دلوقتي اولياء الامور بداوا يتكلموا في التوك شوز بالليل امبارح، يعني طلعت اول امبارح بقى على طول بعديها مفيش. شيلوا بقى التعليم وكفايه ونقعد الولاوق. طب هو لسه ما ظهرش عندنا حاجه ولا في حد قال حاجه؟ لا هي 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 برضه المنتاليتي بتاعتنا لازم تغيير الثقافه. تاني حضرتك انا لما تحبسي عيالك في البيت مش هتدون دروس؟ ما هي بقى ان انت انت بتاخدوا يطالبوا الدوله يعني تخلي التعليم اونلاين وهم بيودوهم السناتر ويدوهم دروس في اوض قد كده، يبقى كلمه حق يقعدوا ليها باطل. بالظبط، هم عايزين يرتاحوا بقى او ما اعرفش عايزين ايه بصراحه. الثقافه الثقافه الثقافه. احنا داخلين على منحنى، لا اما ان شاء الله يعدي على خير ويبقى الدنيا الامراضيه بتاعت الفيروس تبقى ضعيفه، احنا اتفقنا الانتشار بتاع الاومايكرون سريع ايوه وكبير، الامراضيه تبقى ضعيفه او هنخش على كوشنز صعبه جدا جدا جدا. مناسبة ان هو لما ظهر في جنوب ايه ده يا دكتور انت عندك؟ لا ده شرق. لما ظهر في جنوب افريقيا ظهر بيأتاك الشباب الفئة العمرية من 16 ل 30 من 16 ل 30 ده بالنسبة حصل ساوث افريكا. تمام، لا افريقيا جنوب افريقيا ولكن ما هدلتك اللي عندها اطفال. احنا شفنا المرة اللي فاتت دي اطفال الشيست بتاعهم متصاب وده كان سبب الانتشار. كان في كونسبت اتزرعت في مصر، ما هو مشكله مصر الكونسبت الميديا والافكار الافكار اللي بتتزرع. تمام، ان الاطفال اقل من 10 سنين ما بيجوش كورونا، مين اللي قال؟ هوقم ده بالعكس في موضوع الدلتا كانت هو مصدر العدوى، لان هم الاطفال كمان لانه يعني لسه صغير مش عارف مش مدرج بالظبط فبيتصرف تصرفات دي، ممكن يلاقي حد عطس قدامه عادي، هو يطس في وش حد عادي، هو طفل مش فاهم ابعاد الخطوره اللي هو فيها او اللي ممكن يعرض الاخرين ليها. يا دكتور وممارساتهم بقى بيلعبوا بحاجات وبيحط حاجه في بقه ومش عارف يعمل ايه. الثقافه يا دكتور انا جات لي حاله من شهر كده يا دكتوره، شهر بالظبط، ام وابن جايين لي بعد بدايه الاصابه حوالي 10 ايام. للاسف الابن ضايد والام عاشت. الولد مات. تمام، ابني كان شباب حاجه 30 سنه، كان عمل ايه يا دكتوره؟ احنا قايلين هو عنده حاجه و30؟ طب ما كبير واعي. ايوه بس اللي حصل ايه؟ لما نقول ان فلان اتصاب مصاب حتى لو والدك او والدتك ما قلناكش لمين. اعزله وادخل عليه بالكمامه. ما تدخلش عليه، حط له حاجات من بره تدخل عليه. ابن ذوق، ما هو في فرق مترين. تمام، المفروض الكوشنز. ولكن بعض الثقافه المصريه تعمل ايه؟ اصل هيزعل. هيحس ان هو منبوز، ده الواقع على فكره. اصلا هتعيط، اصلا يا حاج ما انت يعني احنا لما جه الوباء في اول الاسلام كده عيطت اكتر بكتير تمام. لما سيدنا عمر قال لو جه الوباء لو انت جوه المدينه ما تخرجش، لو انت بره المدينه ما تدخلش. تمام،
فالثقافة المصرية عندنا مشكلة بتبقى مش خاصة الحالة وإلا لا ده يا جماعة كورونا وحالة بسيطة جدا وسهلة من نوع متوسط هتعزل بس من 10 أيام لأسبوعين تبقى زي الفل وبعد إذنكم أدي ورقة بالكوشنز اللي تعملوها إزاي تطهير إزاي كذا إزاي كذا يخش يقعدوا معاه في الأوضة يقول لك عشان ما تزعلش ده من ضمن أزمة الشغل. طب تعتقد إن منظمة الصحة العالمية المرة دي في هذا المتحول الأخير أوميكرون ده لازم تصدر يعني بيان في تعليمات بعينها للدول عليها أن تنفذها من خلال خبراتنا بقى السابقة في الخمسة اللي فاتوا؟ لحد دلوقتي يا دكتور ما عندناش الأثوريتي بتاعت المنظمة الصحة العالمية أو الإجبار للدول، كل دولة دلوقتي بتتصرف حسب ظروفها. احنا دلوقتي كل يوم بنلاقي دول أعلنت الإغلاق جزئي مع جنوب أفريقيا وساوث أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وكذا منطقة تمام؟ ولكن احنا دلوقتي مستنيين من منظمة الصحة العالمية القدرة الإمرارية للفيروس زي إيه؟ الانتشار خلاص أوكي. احنا خلاص ده أكيد في انتشار في انتشار لا وهيبقى سرعته وسرعة انتشار أعلى من القديم أعلى من القديم. الميوتيشن اللي حصل 30 ميوتيشن في السبايك بروتين هيأثر على العين اللي اتسرقت كده وكان عنده مناعه اجسام مضاده الناس اللي متطعمه القدره الامراضيه هتيجي بحالات شديده ولا متوسطه وخفيفه زي بتاع دلتا. ما هي دلتا انتشاره كان سريع ولكن قدرته الامراضيه كانت اضعف من القديم. صحيح. طب ده اللي احنا مستنيينه ولكن احتياطات لكل دوله اقتصاديا احنا العالم كله لازم يمشي على ايه؟ كل واحد حسب قوته. كل واحد حسب قوته. طيب يا دكتور كلمة بقى أخيرة للناس اللي عمالة بتشوفنا وخلاص هم قرروا يقول لك إيه كورونا ماتت هم قرروا الكورونا هي اللي ماتت مش عارفة المصطلح ده إيه أكبره كلامي لإخواتي وكل أهالينا التطعيم الحمد لله متوفر ولازم كنا ناخده مفيش حاجة اسمها ما بيجي تطعيم وبيجي لي ممكن تكون الإصابة تيجي والله بس ولكن بتمنع الإجراءات الاحترازية الكمامات الثقافة الاجتماعية الذات المنزلية تخف شوية اللي يحس اللي هو عيان يعزل نفسه خمس أيام حتى لو أنت لو أنا عندي اشتباه أو مش عارف أنا عندي إيه ابعد عن أهلك وحبايبك خمس أيام بس ثانية عشان هو المفروض أسبوعين لو فهم غلط خمس أيام ده مبدئيا عشان يشخص عمال ما تعمل فحوصات عشان يشخص عشان تعمل الأشعة عشان تعمل السي بي سي والمش عارفة إيه وتاني التحاليل لا تنفي بس هما 15 20 يوم طبعا كل حالة بتوصل فترة الحضانة لغاية 22 يوم بالظبط التحاليل لا تنفي التحاليل لتقييم الحالة البي سي آر مهم ولكن لا ينفي الأعراض الإلكترونيكية للمريض هي أصل التشخيص ايوه مش اخواتنا اللي يروحوا ينزلوا سخن وتعب راح عمل سي بي سي ويبعتها للدكتور واتس السي بي سي فيها حاجه لا ده اللي بيحصل على فكره انت كلامك عادي يا دكتور مع الناس كلها في كل بيت ده اللي بيحصل طب فالسؤال اللي بعد ايه ما بقولش لا على فكره الاعراض ايه يعني هو بعت لك تحليل سي بي سي او دي دايمر او سجيت او اي سي ار او سي اكتيف بروتين بعته لك التحليل دي فيه كورونا انا كهني ما بقولش لا بقى هتقول ايه الاعراض ايه لا. حتى لو مش هيكشف مش قادر يكشف وان كان مستشفى ممتاز دلوقتي الاعراض ايه فهو انا مطالباتي كلها تطعيم اجراءات احترازيه احترام الاعراض شكرا عفوا ان شاء الله ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ مصر ويعديه على خير يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى ما تكونش موجة جديدة ان شاء الله ما يكونش السوبر ميوتيشن يا رب او الطفرة يا رب ان الناس خلاص تعبت وبعدين بقى لنا فترة ولسه داخلين على الشتاء فالشتاء اصلا طبيعي يبقى فيه هو اكسبكتد ان فيه من 15 ل 12 الموجة الرابعة ده اكسبكتد او متوقعينه واحنا هنفضل بقى من ديسمبر يناير لحد مارس على القلق التاني بقى بتاع 2020 ده كان قاسي جدا كان اوفر وكان قاسي ولكن بدا يبقى عندنا فاسيلتيز وعندنا معلومات الاستغلال وما نسمعش لاي اشاعه بخصوص التطعيم لا يضر ما بيموتش ما بيحولش زومبي ما بيمنعش الحمل مش مضر الاشاعات ما بتموتش بعد سنتين خالص على فكره الاشاعات اللي بتتقال عشان نهبط الناس يا ريت لا
يا ريت. لا انا مش هقول اي حاجه بعد الدكتور هاني قاله، لان انت لخصت كل الموضوع في الاجراءات اللي لازم تتخذ، وفي احساسنا احنا باهميه الموضوع. بلاش نتهاون، لان نهون ولا الهول خلينا في النص. بشكرك شكر جزيل الاستاذ الدكتور هاني شافعي، سكرتير رابطه اطباء الباطنه في الشرقيه. شكرا دكتور. شكرا ليك. والشكر موصول لحضراتكم. خدوا التطعيم يا جماعه، يعني لا ضرر ولا ضرار. يعني انت في نفسك لو مش تاخد تطعيم خلاص ما تخرجش بقى بره البيت، ما تضرنيش، انا عملت اللي عليا، فما تجيش انت بقى تتعدى على حقي في الحياه. الى اللقاء.